السلام عليكم شباب. طبعا اليوم راح نسوي التحدي الثاني اللي قلنا لكم اياه، اللي هو نرسم باللافا. شلون نرسم باللافا؟ ما نعرف. راح نسوي مثل تي ان تي، وجايب وياي واحد جديد اليوم اللي هو جهاد. اهلا وسهلا جهاد. والله وعبودي اللي هو موجود وياي بالفيديو القديم. هلا. راح نرسم ثلاث شغلات. راح نرسم نجمه الرسمه الاولى، وراح نرسم بيكاكس، وراح نرسم كنترولر. اوكي جايد. شباب هسه راح نرسم اول شيء النجمه. اوكي. روح هناك جهاد، وانت تعال ابقى هنا بالنص، وانا حاخذ هذا المكان. شباب لما تسمعون الصوت اللي راح يطلع من عندي راح نبدا الرسم. اوكي. اوكي. خلي اشغل المنبه. وات؟ يلا ابدي. نجمه. هاي راح اخذ ترى مكانك. ابتعد. لا لا كفي. كم وقت عنا؟ دقيقتين وهيك؟ دقيقتين صح، نسيت اقولهم. الفيديو القديم كان دقيقة واحدة، هذا الفيديو راح اسوي دقيقتين، لأنه ما كفى الصراحة. ايش دعوة نكمل الحين؟ اوه ماي جاد، نسيت شلون اسم النجمة. نسيت شكل النجمة مو هيك؟ ما كنت ترسمها بالمدرسة؟ والله نسيت. اوه ماي جاد. نايس نجمة. نايس نجمة. هاي ممنوع تطلع، لا تغش. لك لا، مو انا ارسمها بشكل يختلف عنكم. يب. راح اسوي وحدة ثانية بس ان شاء الله لحق، بقى دقيقة واحدة. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد شباب. لو متفشل ترى الكلمة متفشلين. ها شباب بغيت نص دقيقة ونسيت شكل النجمة، ما اعرف شو ارسمها. اوه ماي جاد دود، والله نسيت. هو ضع هيجي، اسحب هيج وجيب هيج. يب. ما اتوقع تلحق. ما لحق بعد. بقيت 10 ثواني. كم بقي؟ 10 ثواني. اوكي انا خلصت. ثانية. مان. ما ادري ايش سويت. اشوف سلحفات هذا الاسم. شو سويت؟ يا اخي شايفين هاي لما ترسمون بالورقة؟ هاي اللي تسوون اول شيء غلط بعدين تكملوا هالنجمه، وجاي اسويها بس ما اقدر تكمل، نسيت مخي اللحس. فهمتوا ايش جاي اسوي مو؟ يب يب. ترسمها بدون شريرك بس ترى ترى حتى النجمه تبعك يعني. مو ذيك النجمه. شوف باب، انا راح اخلي انا راح اخلي التعليقات هم اللي يصوتون. يا هو يربح، لانه الفيديو اللي قديم هو التعليقات هم اللي صوتوا، بعد الفيديو هم راح يسوي نفس الشيء. معني انا الرابح بس انا معلش. راح نرسم من الرسمه الثانيه. لا هاي الرسمه الثانيه، انا راح اتحداكم من صدق. شباب راح نرسم، خلوا وقفوا المنبه المؤقت. راح نرسم بيكاكس. اوكي خذ اعطيني مجال بليز يعني. وش اسمه راح لما تسمعون الصوت راح نبدا. اوكي 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 Let's go. السقفية مالته أول شيء. هذا إيزي أتوقع. اللي بيغلط في هذا صراحة يعني غشيم. سهل يعني. والله صراحة. شوف متوقع أغلبكم أنا. أديكم. Are you sure? Yeah man. Oh my god.
بود ايش عم تسوي؟ ترى ما ضل وقت. كسرت بلوك بعد دقيقة واحدة. لا بليز لا تكسر، ما يصير تكسر ترى ابد، ممنوع التكسير. رجعت. ها اوكي. او ماي جاد، هاي شجرة مو بكاكس. انا خلصت طبعا، جاي انتظركم. الله جماعة رسمين صليب. عبود عبود ايش عم تسوي؟ لا احاول اعد منه ومنه. مين رسمين صليب؟ انا رسم شجرة. لا لا ليش هذا لازم طلع عليه هيك في الزوم؟ عرفت شلون؟ طلع عليه هيك. تعال تعال. خلص الوقت. خلينا نشوف تبعك. شوف هيك طلع عليك من هاي الجهة. ليش هيك طيب؟ طلعها. طيب هو شوف مايل. البيكاكس مايل. اي خلاص تعال انت طلع عليه مايل. مشي. وين المايل؟ ما اعرف. انا سويته هيك. انت سويت ما شاء الله صليب يعني حرفيا. لا لا دباع مايل منه ومنه. هاك شوف مالتي كامل. قلت لكم راح افوز بهذا التحدي. وطبعا الجمهور راح يصوت يعني. حبيب مالتك النخلة مالتي بيكاكس. شوف حتى بابا منا مسوي حاد يعني. شوف شوف التفاصيل يعني دقة. منا مسوي حاد. الله حتى الله يسوي حاد. الله مع الحدادة. اوكي البعدة. اوكي البعدة. طب راح نرسم الشغلة الثالثة اللي هي كنترول. ويا ساتر لازم تطيني مجال الارض يا اخي. ابتعد عني عافية. انا هنا على حافة. اوكي شوف شباب اللي راح يجيبها صح انا صراحه يعني راح ارفع القبعه يعني مستحيل. مستحيل. بسم الله يلا. تسمع الصوت من يمين صح ولا لا؟ نوب. اوكي خلينا نشوف. 1 2 3 اوكي اوكي بداية كويسة. طبعا لازم تكون واثق من نفسك. او ماي جاد ايش هاد. زي هذا المثلث هاي الدائرة. لا عم تسوي دائرة ومثلث من جدك. شعبالك لعاد. اوكي خلاص عبود من هلا خسرنا التحدي. هذا الاكس اللي هو ترندي شافن بالاشكال. وهذا المربع. بقى 40 ثانية ترى شباب. او ماي جاد. هذا بيشبه كل شيء الا الكنترول اللي عنده. صراحة يعني. او ماي جاد. اوكي والله تبعي كويس الصراحة. بقى 10 ثواني. أنا أصلاً خلصت. أصلاً ماني فخور بهالشيء سويت أبداً صراحة. والله أنا خلص. أصلاً؟ خلص. خلص. اترك. خلينا نشوف تبعكم. بسم الله نجي العبود. What the f this؟ مع مفهوم بيدقمتين بيدقمتين. كويس. تعال شوف تبعك. What؟ إيش عم؟ شارب. والله ما اعرف صراحه انا نفسي بعرف اللي بعرف انا كان بقول لك. او ماي جاد تعال شوف تبعي. 4 تعال شوف تبعي. ايش اسوي محمد؟ تعال شوف. الله يا فنان.
اوكي اوكي يعني صحيح اعوج شوي بس يعني لا حلو صراحه زين والله بي تفاصيل هاي يعني ما يحتاج جيمون يصور يصوت شباب طبعا لا تنسون اللايك شباب التحدي الجاي راح يكون بالريدستون بس الفكره وين مو بس ترسم بالريدستون لازم الريدستون يكون مشتعل مفعل اوكي باعوا على الكاميرا اذا دليتوها سلام